عودة لكم مشاهدينا بحماس لمتابعة هالحلقة الرائعة. بنسألوا صبايا بعدكم على المسرح وانتم رح توضعوا الرهانات، ولكن اذا بخبركم يعني قديش في هيك احاديث حلوه تحت الهواء بتصير عن الغيره وعن الحب، الاربعه يعني ماشي اثنوا انه عدوت الامراه امراه، صح ولا لا؟ صح. قد ايه بتغاري عليه ليال؟ بغار لانه كاركتير وهيك ايه محبوب اكتف محبوب اماني كثير اكيد كثير اليانا اليانا كثير طبعا طبعا هلا خلينا نشوف عضلاتهم بهيدا التحدي الثاني، ولكن بدايه بدي اقول مبروك لكفاح واماني الالف نقطه وانتم بالصداره عضلاتهم ايه المفتاح معك لهلا، والجوله الاولى من التحدي الثاني بتبدا من عندك اماني. عليك تراهني بظرف 60 ثانيه كم مرتبين في يفتح كفاح بايدك؟ اوه دقيقة كم مرتبين كفاح بيقدر يفتح؟ طبعا بلا ما يطرق المرتبين من كعبه. آه. انت كنت مفكرة فيها. انسيها. خمسة. أماني بتقول خمسة. إليانا. سبعة. بعدنا بالجولة الأولى. هني مختومين؟ طبعا. لا بيقدر يفتح بس ححط 8 ليال 9 قوليها قوليها 9 اوكي لازم نغامر شدوا شوي هيدي كانت اول جوله رهانات، ان شاء الله تكونوا سمعتوا رهانات بعد. اماني الجوله الثانيه بتبدا من عندك، كنت خمسه وانت لهلا صاحبه ادنى رهان 10 10 11 12 دقت الساعه بالليل شو ماشي ورا بعض؟ أنا؟ ايه؟ ما بفكر أنا كنت قديك 8 خليها 10 10 مأخوذة مع أماني 11 مأخوذة مع إليان نا طيب خليها 13 يلا قول يا رب يا دلة قولي ليال صعبناها 14 14 الرهينات لهلا منطقية بمحلها نعطي ايضا 5 ثواني زياده اذا بدهم يغامروا 5 4 12 12 مع اماني وكفاح وبالتالي اليانا والي انتم اصحاب ادنى رهان اللي هو 11 مرتبين بظرف دقيقه والبدايه اكيد بتكون من عندكم الي تفضل لعندي يلا جو الي هيك طا 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 الجولة الأولى من التحدي الثاني مع إليانا وإلي يلي رهانهم كان على 11 مرتبين، بدك تفتحهم وتنقلهم على الطاولة اللي مقابلك، جاهز إلي؟ أكيد إليانا شو؟ شو؟ عطليني هم حاسك إيه أكيد إنه إيه في 2000 نقطة في السيارة والتقل حيرجع على الصبايا لأنه بعد في التحدي الثالث والرابع الصبايا رح يلعبوا يلا في عملها إيه في؟ إيه أكيد إن شاء الله 3 2 1 توب كاونتر جو إلي أسرع أوكي تفتحها على الطاولة على الطاولة لا لا الكود الكود ماشي في ايديك اثنين يلا ساعدي بالوقت ثلاثة يلا بعد في 45 ثانية يلا الي يو كان دوت 2000 نقطة اسرع يلا يلا برافو أربعة انسى شو بدك من كبير القطعم يا كبير يلا يلا الكود معك نص دقيقة يلا حبيبي ماشي في ايديك شوي الي حطب روق اسرع بعد معك 20 ثانية تقريبا يلا برافو يلا يلا اعملها يلا اسرع واو مهلك 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 عليك عليك معك بعد 15 ثانية اسرع انسى كل شيء ايه انسى انسى يلا يلا ثلاث مراتبين ثلاث مراتبين ثلاث مراتبين ثلاث مراتبين يلا ثلاث مراتبين انسى انسى اوكي بعد معك 5 ثواني الي اسرع شبه راح بلا مرتبات يلا الي يا الله إليانا وإلي فعلا لعبتوها بشكل كثير منيح، آخر مرتبنين زعبرت شوي فيهم بس يا ريت حالفك الحظ كنت ربحت ال 2000 نقطة. هارد لك تفضلوا إلى مكانكم، أما الجولة الثانية رح بتكون مع كفاح وأماني ورهان على 12 مرتبين، يلا يلا كفاح. كفاح
وأماني. المفتاح كان معكم بالتحدي الأول وأنتم معكم 1000 نقطة. الجولة الثانية معكم رهانك على 12 مرتبين. شو بتعملها كفاح؟ أكيد. إن شاء الله. إن شاء الله خير. أماني كلماتك الأخيرة تحب تقولي قبل ما يبدأ التحدي ويغامر؟ بقول له أكيد في يعملها يلا. طبعاً كله أكيد في يعملها، المهم تساعدي. كلكم أكيدين بس لهلا ما حدا عاملها. 3 2 1 توب كاونتر جو. يلا. يلا. واو. يلا حياتي. برافو. تقريباً 3 ثواني عم ياخذ معك كل مرتبين رائع، برافو كفاح. يلا. شو بيهمك؟ كفي أنت ما يهمك. ما يهمك. برافو يلا ما يهمك نحن معك يلا فتح اوكي يلا كفاح صار الخمسة بعد ما كنت الوقت تقريبا بعد اوكي صاروا ستة يلا يا كفاح بعد في قدهم بعد ما قطع نص الوقت برافو كفاح بدك اياك ترجع تقرب لهون ايه كفاح قرب قرب لهون 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 يلا اوكي يلا يلا حياتي اي كمان ضحكنا اوكي كفاح بعد في ثلاث مرات بين 20 ثانية يلا 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 برافو كفاح يو كان دو ات اند يو دوينج ات ايوه كفاح ايوه كفاح شو هالكفاح؟ اسمحوا لي لمرة واحدة بس لبس كفاح المفتاح لأنه فعلا تستاهلوا خذ أماني وإلى السيارة لهلا ال 2000 نقطة معكم أما ريان ومحمد فريهانن على 13 مرتبين الله يستر يا محمد تعا يلا تعا تعا قرب قرب يلا بيبي يلا بيبي وي كان دو ات ليال ومحمد الجولة الثالثة معكم وريهان على 13 مرتبين بظرف 60 ثانية صح دقيقة معك روحة رجعة ما في مزح في قد ايه؟ 2000 نقطة اوكي؟ يا ريان بدك سيارة هلا أنا بدي إياها اوكي بده يشد حاله محمد يلا يلا يا محمد كلمين ريان جاهز؟ جاهز بتوعدي إنه تغني له هو عم يلعب؟ يلا بجرب يلا 3 2 1 توب كاونتر وجربي يلا حياتي مغني ايه بدك اياه برافو يلا حبيبي اهرب بصي 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 افتح يا محمد افتح نصي نص اسرع محمد يلا بيب اسرع اسرع يلا 50 ثانية ايه 10 ثواني على كل مرتبين رائع برافو 3 3 محمد 2000 نقطة اسرع ايه اسرع يلا 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 بنصير الأول يلا بتصيروا الأول انسى حالك يلا عشو خايف لك لا يلا. ايه اوكي اوكي فتح امشي فيه يلا 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 بعد معك نص الوقت محمد اسرع نشف بتيابك ما بتقدر بدك تشوف شيء هلا افتح افتح بعد عندك سبع مرتبين سبع يلا. مرتبين سبعة محمد يلا اسرع بعد معك 25 ثانية كان دو برافو حياتي محمد محمد من شو خايف اسرع برافو برافو يلا برافو برافو يلا بعد في عندك 18 اسرع محمد اسرع 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 يلا 15 ثانية يلا. يلا يلا افتح يا سمسم يلا يا سمسم يلا بعد عندك اربعة محمد اسرع 10 اسرع لا يا بيبي يلا خمسة يلا نكون هاي لحقة بقى خلص معقول على مرتبين لا يلا اتس اوكي اتس اوكي ريان ومحمد بينهزموا امام مرتبينين بس يعني المهمه ما كانت ابدا مستحيله للاسف اتس اوكي اتس اوكي طبعا بعد في انا بعد في انا بدي بوزيتيف انرجي مش مشكله اه لا كانت حلو 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 هالروح الرياضيه اما الجوله الرابعه والنهائيه رح بتكون مع ليال ولؤي والريهان على 14 مرتبين يلا عيوني فيك تعملها فينا نعملها يلا ليال ولؤي انتوا اصحاب اعلى الهين اللي هو 14 مرتبين بظرف دقيقة. لؤي محمس انرجي ما بخبركم طاقة بدها يعني بدها بلد بدنا نفجر 14 فجر يا اخي لا تفجر فجرنا كلها وصلنا على 2000 نقطة يلا يلا وانا بفتح شو بفتح؟ يلا اهلا بعت لك عبرها لؤي خلص اوكي يلا 3 2 1 جو يا لؤي يلا 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 الله اكبر يلا يلا جو لؤي يلا لؤي اسرع في 2000 نقطة اليزي 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 بابا بابا يلا يلا ثلاثة اسرع لؤي صار قاطع 10 ثواني تركيه تركيه يوقع لؤي أربعة يلا جو جو يلا جو يلا حبيبي يلا يلا كسر دري على الطاولة افتحوا لؤي لؤي افتحها على الطاولة على الطاولة افتحهم افتحهم على الطاولة على الطاولة على الطاولة ايه يلا لك
عم بشبق جوزك عم بشبق كيف ما كان اسرع معك نص دقيقه يلا لؤي يا ويلك من الله يا لؤي يلا 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 بقى اسرع 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 يلا يا كاتوين الله يلا دلوقتي يلا بعد عندك ثلاثه على الطاوله يا لؤي لؤي يلا على الطاوله على الطاوله هون اثنين على الطاوله على الطاوله على الطاوله هاي يلا يلا على الطاوله على الطاوله لؤي وليال مبروك لألف ولا ألفين نقطة التحدي الثالث رح بيراهن الشباب على الصبايا تابعونا شباب بحماس بنستقبلكم على المسرح للمرة الأولى لحتى توضعوا أنتم الرهينات على الصبايا بالتحدي الثالث اللي ممكن يخولكم تربحوا 3000 نقطة بس خليني نذكر بالترتيب كفاح واماني بالمركز الثاني معكم 1000 نقطه اما بالصداره ليال ولؤي مع 2000 نقطه رقص رقص لؤي رقص ايوه لؤي لحظه حكينا على 2000 نقطه بعد في هذا التحدي على 3000 نقطه بس ما حدا بيعرف لانه الي محمد وكفاح جايين بشراسه ينافسوا طبعا واضح الي البدايه رح بتكون من عندك يعني شباب فعلا كفيتوا ووفيتوا لؤي قميصك الكبيس حالي برافو عليكم طلعتوا من زيتكم ولكن قدرتوا تجيبوا علامات هلا صار وقت الصبايا يتحدوا نفسهم وإلي بداية رح بتكون من عندك على التحدي الثالث على 3000 نقطة وعليك تراهن على إليانا من أصل 20 طابة بين بون وبواسطة النفس فقط أوكي كم طابة ممكن شريكتك تسجل داخل الثقب اللي بيكون موجود بآخر الطاولة. دقيقة. مين؟ إلي بدي أذكرك بشغلة. الطاولة طرفها الآخر رح بيكون في سلة لحتى ما توقع الطابة. وثقب بالنص رح بيكون. مهمة منا أبدا سهلة. طابة وحدة بتربحك 3000 نقطة. ما بعرف كم طابة فيها تخسرك. شو يا إلي؟ نبلش أول جولة بعدنا من أصل 20 محاولة عم نحكي. خمسة. محمد. سبعة. سبعة out of 20. لؤي. في ماكسيموم في مينيموم؟ أنت بتحدد الماكسيموم تبعك وأنت بتحدد المينيموم. هن 20 طابق. إذا واثق بليال تسجل ال 20 روح على 20. يا ويلي يا أنا ثقتي بليال كبيرة بس 20 تخوف. تسعة. تسعة. إيه. كفاح ستة ستة خليك لهلا الرهانات منطقية ولكن واجبة أعطيكم فرصة تانية يا إلي لحتى تعدلوا قراركم إذا بتحبوا وأصحاب أعلى رهان إذا كانوا قد الرهان نقول له مبروك 3000 نقطة إلي خمسة خمسة محمد سبعة ثمانية شو حتفيدك ثمانية تسعة من بعدك لكن لا عشرة يا عاد كثير خير عشرة لؤي تسعة تسعة كفاح ستة أو نطلع على 11 قرارك ما تخلوا المنافسة بين الشباب تطلع براس الصبايا يا عاد ستة بتضلك على رقم ستة راح ثبت الرهانات خمسة أربعة ام جرب الرهانات ثبتوا والبداية بتكون مع إلي وإليانا أصحاب أدنى رهان وخمس طابات بين بون يلا يا إليانا جو يو كان دو إت يلا إلي كم إلي وإليانا أنتم أصحاب أدنى رهان والجولة الأولى من التحدي الثالث على 3000 نقطة بتبدأ معكم خمس طابات إليانا بدنا نسجلهم بواسطة شو؟ النفس النفس بس يعني بدك تساعدها نفسها طويل بالعادة هي قد وقت ايه ان شاء الله محمد يلا خلص 3 2 1 جو يلا حبيبي ذكرك 20 محاولة هون يلا اوف سايد برافو ها
اوكي مش مشكل مش مشكل فيها ترجع تفوت ما مشكل. الله يلا 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 عمهلك 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 ركزي بدنا خمس طابات. عارضه يلا يا روي يا روي يا روي وحده بعدنا أربعة يلا you can do it it's easy اوكي ما في شيء مستحيل يا إلي شاسكال يلا 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 ما بتعرف لا يمكن هاي ترجع تفوت مع هاي ذكر المشاهدين يا حن كلهم عندك هون بهيدا الجات عندك كان 20 طابق يلا بعد ثلاثة حبيبي هيني بعدنا ثلاثة عارضة يلا مش مشكل هاي ان لا اوكي اوكي يلا روقي روقي ما تعصبي يا حبيبي يلا بسيطة 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 ايش في تبي؟ لا بلا 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 بعد في عندك بعد عندك سبعة مع هاي ثمانية يلا ايزي ما عم يزبطوا معي اوكي والله بدنا اثنين بعد اثنين طابتين يلا حبيبي 3000 نقطة يلا بيبي يلا سيارة موديل 2015 يلا بسيطة بسيطة بدنا اثنين يا رب بدنا اثنين صارت هيني يلا يس بعدنا وحدة يا رب يا رب يا رب يلا 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 يو كان دو ات اليانا يا حبيبي قولي الله يا رب فينا نشيلها هيدي بالعكس استفيد منها ما صدقني بتستفيد منها ليك ها يلا لعندي 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 عطيني لو سمحتي المفتاح معك إلي وإليانا إلى السيارة لهلا 3000 نقطة معكم أما الجولة الثانية مع كفاح وأماني والرهان على ستة بيت يلا لعندي يا كفاح وأماني يلا يو كان دو ات اتس ايزي أماني وكفاح رهانكم على ست طابات شو أماني يو كان دو ات فيك تعمليها؟ نشوف يا رب بتحب تقلها شيء؟ خلص هو معك بال 20 محاولة 3 2 1 جو وين بدي احطها على الخيط؟ محل ما بدك بهدوء واو برافو أماني بهدوء عالم سايكولوجي ايه السيطرة على النفس بارش مش مشكلة من الأصل ثلاث محاولات جبت اثنين بعد عندك 17 اوكي بدنا بعد أربع طابات الرقم المفضل بدك تقوي شوي زيادة بدك تقوي شوي كنت مبلشة صح يلا مش مشكل من عيدة السيطرة هاي هي برافو ثلاثة ما عبدنا قدهم أوه أربعة والله لو قلت عشرة كان مش عارضة مش مشكل بعدنا كورنر بر الأمان بلعب فوتبول صرنا واو خمسة بعد بدنا طابة وحدة هاي هي والله ايه لا تحمس الجمهور مع أماني وكفاح حتسكر لي بالعكس افيكم تري ايه افيكم تري أمالي وكفاح كانوا قد الرهان فضلوا إلى داخل السيارة أما الجولة الثالثة مع لؤي وليال ورهانا على تسع طابات يلا يلا لؤي يلا ليال تنعمل
ايزي. لؤي وليال رهانكم كان تحديدا على 9 طابات بين بو. شو ليال تنعمل؟ يلا ان شاء الله. ريدي؟ ريدي. لؤي 3 2 1 جو. انت قدها يلا. بيسألوا مرتي. اوكي يلا سافا سافا. برافو. معلي 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 بتستفيد منك. برافو. يلا سافا. برافو هيك لازم. يلا سافا 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 عملك. قرب شو بدك فيها؟ سافا سافا على مهلك على مهلك. معكم 2000 نقطة ليال. هلا عندك الفرصة أنت تحضر 3000 نقطة. هي هي وحدة. بعبتنا 8. مالي مالي مالي. لازم تقوية شوي. فوتي يبعث لك. مش مشكل بس بذكرك عدد الطابات اللي موجودين حدك هن 20، ما تنسي، عندك 20 محاولة، لهلا عندك طابة بس قدرت تسجليها، بعد بدنا 8. سافا سافا برافو. سافا برافو. عم نخسر. يلا برافو. يلا يلا. برافو. بيكول بيكول. كول على مهلك على مهلك. ما تخافي في كثير. ليكا 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 ويني ويني ويني. كروس لحالها. طلبت الثانية ويني. برافو مؤيد. برافو. ثلاثة. بعد بدنا بعد بدنا ستة. ستة. عندك هون عدد كافي من الطابات. يلا يلا يا موائل. لا اتركها بتستفيد منها. شو بعرفك يمكن. برافو. بعدها 5 وعندك عدد. بعدها 5 ويلا ويلا لنربح. قال لا 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 ما بدي انفخ. باخذ نفس. يلا فاتي. يبعث لك يبعث لك هاشتاج يبعث لك. اسألوا بطرة. يلا ام وائل يلا ام وائل. رأيي بدها ام وائل رواق ما تركز. نزلت وينك؟ اوه خمسة بعد بدنا 4. عندك هون 5 محاولات 6 مع عندك 6 محاولات. يو نيفر نو. على مهلك ام وائل. بقول لك يا ويلك اذا بتربحي. وائل ابنها. برافو. 6. بعد بدنا 3 طابات. ما كثير غير. يلا برافو ام وائل. وعدد المحاولات اللي بعد عندك اياهم هو 5 مع هيدي الطابه. شو عم توقف؟ يلا دوس ما. يلا يا مامي. يلا. اوه ماي جاد. 7 بعد بدنا طابتين. ويلا ام وائل ام وائل. دوس ما دوس ما وائل. معلم معلم اتركه 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 ياخذ راحته. اذا ربحت ماما تعبطها. اذا ربحت على الكاميرا على الكاميرا. لحظه لحظه بعد بدنا طابه. برافو ام وائل. لحظه وائل حضر حالك. حضر حالك وائل. حضر حالك لتركض عند ماما. يلا يا رب. لحظه مت متحمس مت متحمس. لحظه شو بدك؟ هدوء ولا بدك يشجعوكي؟ لا حيلا حبيبي تقبرني شجع. يا هي عملي كونسنتراسيون ما تخاف عليا. شجع يا عمر المامي. هيدي الطابة التاسعة بتكون. بس 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 بس
ننتقل معكم على السيارة يلا. أما أصحاب أعلى رهين بالجولة الرابعة فهن محمد وريان وعشر طابات يلا يلا محمد يلا ريان. يلا يلا يلا. You can do it إيه؟ إيه إن شاء الله. أكيد you can do it. محمد وريان انتوا اصحاب اعلى رهان بالتحدي الثالث وعم نلعب على 3000 نقطه بتربحوا بتتاهلوا تلقائيا للمرحله النهائيه. جاهز ريان؟ يلا يلا بضحك محمد شو اكيد يلا 3 2 1 جو. يا اي هيت يو ريان ريلاكس ريلاكس ريلاكس. ليه عم تروح على اليمين؟ ما بأسر ما بأسر ريلاكس و خليها ستريت. برافو بعد بدنا تسعة يلا ريان يلا يلا يو كان دو ات اكيد. لا شو العارضة هي؟ هي عارضة ايه ريان ايه على النص خليكي بالنص. اثنين يلا ريان اكيد فيكي تعمليها ليه؟ ما بأسر ما بأسر يلا عاد بدك 8 يلا اوكي دغري من الجالس ريان من الجالس خفف أوكي. النفخه ما تقويها كثير اوكي وطي بعد اكثر وطي وجهك اكثر وطي وجهك اكثر اوكي ايه ثبتيها لا خليها ثابته خليها ثابته يلا هلا يلا ايه ايه اللي ده؟ ها دامت فاتت هيديك؟ ايه يلا يلا فاتت عندك نورا يا اوكي يلا بعد بدنا سبعة خليها ثابتة يلا بدك سبعة قد ايه معي بعد؟ معك معك أربعة يلا بعد بدك ستة ريان يلا ايه بدك خمسة خمسة بعد بدنا قدهم بعد بدك قدهم يلا ريان يلا معك مع هيدي الطابة تسعة بيصير تسعة يلا يلا ايوه ولا يلا ايه ستة بقى بدها أربعة بدك أربعة يلا في معك طابات ايه بدك ثلاثة ثلاثة ستة سبعة بدك ثلاثة ايه بقى بدنا طابتين غني لها غني لها على رواق لا 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 بتوتر بصير بدي يلا تو بدي ارقص هيدي شو ما بيأثر اتركيها تضرب فيها ما مشكلة وترى غنيها شوي ليش شريرة ريان ريان ما توتري ما توتري بعد بدك تو اوكي اثنين اوكي ايه بدك وان وان لحظة لحظة مع غمزة كيف هالغمزة ايه مع غمزة انه انا بعملها غمزة بس لا تخلصي بس لا تخلصي الغمزة يلا بعد وان محمد وريان بيقلبوا المعادلة وبينالوا ل 3000 نقطة، أما التحدي الرابع اللي فيه الكونيه يا دنيا شتي مصاري شتي علينا فلوس بعد بريك